مارسيل كولر النهارده في المؤتمر الصحفي يعني ابرز اللي قاله لما قالوا له يعني انه مكوينا كان بيتكلم على كلامك عن التحكيم وكده، قال لا انا ما اتكلمتش عن التحكيم، انا بس سالت ليه الفار ما تدخلش في اللقطه بتاعت بيرسيتاو، ما اتكلمتش بقى عن حاجات كتيره في التحكيم، وده حاجه منطقيه يعني. هنروح نسمع تصريحات مارسيل كولر ومعاها تصريحات محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، ولما هنرجع عايز اعلق تحديدا على تصريحات محمد الشناوي. خليكم معانا. ان شاء الله الاستاد بكره هيبقى مليان على اخره، ان احنا عندنا الساعه كامله للاستاد، احنا محتاجين جمهور النادي الاهلي جدا، احنا عارفين جمهورنا عامل ازاي، جمهور بتجري في عروقه الدماء حاره، بيعرف يولع الملعب ازاي، بيقدر ان هو يدعمنا ازاي، جمهور يحرك الصخر، فاحنا سعداء جدا بوجود الجمهور بكره وعارفين اهميه وجود الجمهور بكره معانا، فده عنصر مهم جدا لازم ان انا اقوله في الاول، دي اهم حاجه احنا محتاجينها بكره. الحاجه الثانيه احنا هنستمد بكره، ماتش هيبقى ماتش تكتيكي جدا، لكن انا هستمد لعبنا بكره من شعار النادي الاهلي، شعار النسر. النسر لازم يكون عنده رؤيه، عنده هدوء، عنده ذكاء، بيصبر اللحظه المناسبه عشان ينزل يصطاد فريسته مره واحده ويضرب ضربته مره واحده اول ما الوقت المناسب يسنح، زي ما احنا هنعمل بكره ان شاء الله. بس احنا ان شاء الله نجيب جون، لازم ان احنا بكره ان شاء الله نلعب بذكاء، لكن لازم ان احنا نجيب ان شاء الله جون، احنا متاخرين في النتيجه، وبعد ما نجيب الجون الاولاني ان شاء الله نقدر ان احنا نفكر في اللي بعد كده، بس ان شاء الله ده هيكون هدفنا ان احنا نكون زي شعارنا، زي النسر اللي على شعار النادي الاهلي. Ja, ich habe das kritisiert, weil ich auch der Meinung bin, dass halt in der كل كلامي كان في انتقدت التحكيم، انتقدت كرة واحدة بس اللي هي كرة بيرسيتاو، اللي انا بعتبرها ضربة جزاء واضحة جدا. بيرسيتاو استلم الكرة، خد الكرة على صدره، اللي داخل فيه بيزق بايديه الاثنين، اطول منه واقوى منه، اطول منه بحوالي كان بمتر تقريبا، وداخل بكل اندفاع، الكرة واضحة جدا مش محتاجة اي حاجة. انا ما اتكلمتش على فاولات، ما اتكلمتش على كور مش مؤثره في وسط الماتش، لان ده لو فتحنا الباب ده كمان هنقعد نتكلم فيه كتير، لكن انا كل كلامي على لقطه واحده بس هو اللي انتقدت فيها، وانتقادي الاكتر مش للحكم قد ما هي للفار. يعني انا رسالتي واللي انا بقوله للحكم بكره واللي بقوله للحكام عموما في افريقيا، الفار اتعمل عشان كده. الكره دلوقتي بقت سريعه جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، والحكم احيانا ما بيشوفش كل حاجه، وممكن الحكام اللي معاه المساعدين يساعدوه في حاجه زي كده، او الحكم الرابع، لكن واضح ان برضه ده ما بقاش بيحصل معانا، فالمفروض ده دور الفار، والفار اتوجد عشان الحاجات دي، والحكم نفسه لو عنده شك يروح يشوف الفار، يطلب من الفار ان يشوف له اللقطه اكتر من مره، لكن هي ضربه جزاء واضحه مش محتاج ان احنا نتكلم فيها خالص. لكن انا كل اللي مضايقني هي فكره عدم استدعاء الفار في كل لقطات الفتره الاخرانيه تقريبا، ضربات الجزاء اللي ما بتحسبش علينا، وبالذات في اللقطه دي، ان كان ابسط حاجه ان يتراح شاف الفار، وانا متاكد الحكم لو كان راح شافها في الفار كان هيحسب، لكن هو الفار اللي ما استدعاهوش، ودي كان دور الناس اللي بره. في اوروبا الفار موجود عشان كده، واتعمل عشان كده، عشان تسهيل على الحكم ان هو يشوف الحاجات اللي ما بيشوفهاش. فده بس الحاجه الوحيده اللي ضايقتني، وانا ما اتكلمتش اي تفاصيل تانية غير على اللقطه دي اللي مؤثره جدا وتوقيتها مؤثر جدا في المباراه. مفيش اي خلافات خالص بيني وبين امام، بالعكس علاقتنا كويسه جدا، كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحه، الموضوع كله بمنتهى البساطه ان هو بعد الماتش الاخير لينا في الدوري تحرض لاصابه قويه واضطرينا نغيره في الماتش، وبالتالي كل الناس شافت اللقطه على الهواء وازاي كانت مؤلمه بالنسبه له. قاعد هو يقرص على نفسه ويحاول انه يتمرن رغم الالم ده، بس كان باين ان هو مش قادر. فانا قعدت معاه قبل ما نسافر جنوب افريقيا واتكلمنا مع بعض، وقلت له ان انا شايف واتفقنا مع بعض ان الاحسن ليه انه ما يجيش معانا عشان خاطر يتاهل بشكل 100% عشان الالم يروح خالص. امام شارك في التمرينات هنا مع المدرب المساعد بتاعي المسؤول عن تاهيل المستبعدين، واتمرن كويس جدا الايام اللي فاتت، وجالي تقرير منه انه اتمرن بشكل كويس قوي الايام اللي فاتت، فان شاء الله امام هيكون جاهز وهنشوفه النهارده في التمرين، وباذن الله يبقى قادر على ان هو يبقى موجود بكره او يبقى معانا. الغرض من التكتيك عموما انت بتبقى دايما بتحاول ان انت تفاجئ الخصم بافكار جديده او تحركات جديده او لعيبه جديده، ده جزء من الكوره وكل واحد بيحاول يعمل ده. في النهايه عندنا تمرين النهارده، لازم ان انا اشوف اللعيبه حالتها عامله ازاي، احنا لاعبين من يومين بس ومع رحله طويله، فلازم اشوف
مين من اللعيبه هيبقى جاهز بدنيا، مين عنده ارهاق، مين ما عندوش ارهاق، مين هيبقى، واقدر ان انا على الاساس ده اشوف حاله الفرقه واقدر احدد مين ال11 اللي يقدروا يساعدونا بكره ان شاء الله ان احنا نكسب باذن الله. ما كانش في وقت اسبوع اسبوعين بين الماتشين، احنا لسه راجعين، فما فيش غير ان احنا بنتكلم مع اللعيبه، بنتكلم معاهم ازاي نبني الثقه، وان احنا هنلعب على ارضنا وسط جمهورنا، فده بيدينا ثقه في اللعب، بيدي خلينا نلعب، نطلع كورتنا، نلعب كورتنا اكتر. احنا محتاجين التركيز اكتر. بكره هيبقى ماتش يعني متقارب جدا في المستوى، ماتش كبير، ماتش فيه صعوبه. احنا ماتش بكره محتاجين ان احنا نكون الافضل، الافضل دفاعيا، الافضل هجوميا، لازم تبقى الافضل في كل النواحي عشان خاطر تقدر تكسب ماتش زي ده. فما عندناش دلوقتي في رفاهيه غير ان احنا نتكلم مع اللعيبه ونحاول ان احنا نشتغل النهارده، سواء في محاضره النهارده او محاضره بكره، محاضره المباراه، وان شاء الله باذن الله هنحاول نطلع كل حاجه من كل لاعب ان شاء الله. Betrifft natürlich jeden einzelnen Spieler. اهم حاجه ان انا ان كل لعيب فعلا يأدي كل حاجه بكره، نطلع كل اللي عنده، يبقى مدرك تماما ان احنا محتاجين ان كل الفرقه تبقى كومباكت جدا، تبقى خطوطها متقاربه، ان احنا نقف كويس، ان احنا دفاعيا نكون عندنا صلابه، ان كل لاعب عنده استعداد ان هو هيشتغل دفاعيا برضو. انا شايف يعني ممكن مختلف مع حضرتك شويه في موضوع الاختراقات ده، انا مش شايف ان سان داونز اخترق كتير، يعني احنا في ال 90 دقيقه سان داونز ما فيش ولا كوره قدر ان هو ياخدها من الاطراف اصلا تقريبا، غير مره او مرتين بالكتير، كان ليهم 3 فرص في 90 دقيقه اعتقد في ماتش زي ده، 3 فرص مش كتير او يعتبر طبيعي، لكن احنا كنا واقفين كويس جدا دفاعيا. وتاني بقرر ان اهم حاجه ان اللعيبه بكره تبقى عارفه ومدركه صعوبه المباراه واهميتها، وان هي تدي كل حاجه عندها، بالذات في النواحي الدفاعيه، ان احنا نبقى واقفين بصلابه، نفس الصلابه اللي كانت في الماتش الاولاني، عشان ما يحصلش اي اختراقات زي ما حضرتك بتقول. احنا خلاص ما عادش في وقت للكلام دلوقتي، احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا. الشوط الاولاني خلص واحنا عارفين المباراه صعبه جدا، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله زي ما الكوتش قال الجمهور بتاعنا موجود بكره والدعم لينا في المباراه، وان شاء الله نرجع منصورين ونصعد ان شاء الله للنهائي. اكيد طبعا اللعيبه متعوده على الضغط ده، والفتره اللي فاتت احنا بقى لنا فتره كبيره نلعب في البطولات، عندنا بطولات كتير، واللعيبه متعوده على الضغط ده والوقت الصعب اللي احنا فيه، يعني هي متعوده على الضغوطات دي. وطبعا احنا بنلعب في وسط جمهورنا وبنلعب في ملعبنا، دي بالنسبه لنا قوه كبيره جدا. اكيد طبعا خلاص يعني ما احنا دلوقتي مفيش وقت للكلام خالص، احنا دلوقتي عندنا النهارده تمرين، نركز في التمرين ومباراه بكره، ومركز بس عندنا هو هدف واحد بس اللي احنا نصعد في النهايه. استاذ الجماهير خلاص الكوتش قالها ان احنا مبسوطين جدا اللي هم موجودين بكره، يعني الملعب كله يعني متقفل بكره ان شاء الله، وهيدينا قوه كبيره جدا في الملعب وبيدينا ثقه جدا للعيبه. طبعا هم بظهرنا على طول، واحنا دايما بنحب نلعب، واحنا اصلا في الاول وفي الاخر بنلعب عشان نفرح الجمهور. اكيد الرساله واضحه للعيبه، اللعيبه عارفه اهميه المباراه، مش فيش واحد في الفرقه عارف يعني اهميه المباراه عامله ازاي، وانا مش شايف حد جديد هيلعب في الضغوط دي، الفرقه كلها موجوده، هم نفس الافراد، وهم حتى لو في حد لعيب جديد او جاي هو عارف يعني النادي الاهلي، وعارف يعني الضغوطات اللي هنلعب فيها، وعارف الضغوطات الاعلاميه والجمهور من كل حته يعني، بس اكيد عارف الكلام ده كله. بكره ان شاء الله احنا عندنا شيء هدف واحد والصعود، مفيش حد هيتكلم، خلاص الموضوع بالنسبه لنا مفيش كلام، الموضوع كله تركيز بس، وبكره ان شاء الله نطلع اللي عندنا، وكل واحد يطلع اللي جواه وفي الملعب، وان شاء الله نصعد ان شاء الله.